ايه وبي وسي
ادي تعبير اهو، قلت له اي بتساوي كام؟ واحد. وبعدين هبتدي اسال سؤال، يا ترى الاي اقل من ال10 ولا لا؟ ممكن اسال السؤال بكذا طريقه، انا هساله كده، هل الاي اكبر من 10 ولا لا؟ 10. لو كانت الاجابه ترو يعني كده هو خلص الايه؟ 10 ايه؟ مرات. يبقى اقول له خلاص خلص بقى. يبقى الحالة دي أقول له هنا إيه؟ إيه؟ ده لو كانت الإيه؟ الإجابة أيوة، الأي أكبر من العشرة. لو الإجابة فورس، الإجابة فورس معناها إنه لسه ما وصلش للعشرة، يعني لسه إيه؟ ما في المعادلة إيه؟ نمرة ثلاثة، نمرة أربعة وهكذا. أقول له أعمل إيه بقى دلوقتي؟ طب خد بقى تخش على المعادلة الجديدة، يعني غير الأي كام؟ هم بواحد. اجي هنا بعد ما حل المعادله اقول له خلي اي بتساوي اي زائد واحد، وبعدين ارجع تاني منين؟ في هنا بقى تعديل لازم يتعمل. انا عاوز كل معادله يقرا مين؟ الاي والبي والسي، مش كده؟ لو رجعته من هنا يا باشمهندس كده هيقرا الاي والبي والسي، بس هيعمل ايه؟ يبتدي اي تاني بواحد. يبقى المفروض دول يتعدوا مكان، الله ينور عليك، في ناس بتقطعها الخطوه دي، يبقى دول يتعدوا مكان بعض. ده اللي بيقول له ده واحد لو يكبر وخلاص، هنا هقول اي بتساوي واحد، وهنا هقول له ايه؟ ريد ايه وبي وسي، وده يبقى ليه مفهوم يا باشمهندسين؟ كلهم شرط بقى شكله عامل ازاي؟ اتفضل. ممكن. نعم. ممكن يعني الكلام اللي في الزميله كان بيقوله صح؟ ممكن اجيب دي كده. ممكن اجيب دي كده. انا قلت لكم في المحاضره اللي فاتت الدروب شارب ممكن يتعمل بخمس ثلاث طريقه، والخمس ثلاث طريقه صح، ما يعني مفيش طريقه واحده لعمل الدروب شارب. الفايتر فين يا باشمهندس؟ اللفان دي الاثنين اللي قاعدين فوق على الديسك، خدوا بعضكم وروحوا ورا. Yeah.
يبتدي يقرا تاني ريد A و B و C، وبعدين يبتدي يكتب الاسم الاول وجديد وهكذا. مفهوم يا باشمهندسين؟ عاوزين نتاكد. نعم يا نعم. المعادلة الأولى يجي هنا برضه
بقى
عشان كده وخلي بالك لازم تقول ري ان قبل ما تحاول تقرا مين؟ الاي والبي والسي. ليه؟ لان الاي والبي والسي الفايل اللي هو الان بيبتدي من واحد يوصل لمين؟ لان فلازم تكون قلت له قيمه الان الاول. فاهمين؟ يعني لازم اقرا لي الان عشان يفهم بعد كده يقدر ايه؟ يغير الفايل بس ده من واحد لغايه مين؟ لغايه القيمه ان انا اديتها له سابقا. لكن لو قلت له ري من واحد لان وانا لسه ما قلتلوش قيمه الان هيترجم ايه؟ ما هو ما يعرفش سمعت عن الان دي قبل كده. مفهوم؟ اللي كان رفع ايده رفع ايده ليه؟ نعم مفهوم؟ ليه يا عم؟ ما هو هنجرب حاجه نهائي جبت لا نهائي دي منين؟ ما انا بقول الاول كان ركز في الكلام اللي بقوله ولا كنت نعتان وصحيت فجاه بقول لازم اقول له ريد ان قبل ما اقول له ريد ايه وبي وسي لازم اقول له قيمه الان الاول. كنت لسه انا بقول لسه بقول في الكلام ده كنت انت سائل السؤال معناها انك ما كنتش مركز معايا بس سامع يا عم بقول اهو ريد ان الاول فهو وبعدين اقول له ايه وبي وسي كل واحد الفاي والفاي من كام بقى؟ من واحد لالف. الحته دي اتعمل كتير من اشكال مختلفه يعني ممكن اقول له اي بتساوي واحد نقطتين جنب بعض كده ايه؟ النقطتين جنب بعض معناها ايه؟ من واحد لالف معايا؟ وممكن نعمله كده اي بتساوي واحد تو ان برضه يعني مهم مهم ايه؟ الكلام اللي انت كاتبه معناها ان الاي الصغير بيساوي من واحد لكام؟ لان مفهوم؟ وبعدين الكونديشن ده زي ما هو والكونديشن ده زي ما هو ودي تتشال من هنا خالص. دي معاك هنا مفهوم ايه؟ يعني دي كانت بتقرا ايه وتفيد كل حاجه. طب احنا قرناهم كلهم فوق خلاص. كده؟ هنا بقى لما نيجي نكتب الاسم كنا بنقول الاسم بتساوي كام؟ بي تربيع. البي ما عادش اسمها بي بقى بي وفاي دلوقتي. يبقى هنا الجمله دي بتتعدل كده بي وفاي كل تربيع ناقص اربعه اي وفاي سي وفاي تمام؟ وخلي بالك الاس تفضل زي ما هي اس مش محتاج اغيرها عمالها اس وفاي مش محتاج واللي يعملها اس وفاي معناها انا مش فاهم برمجه كويس لكن هتبقى صح في الماضي. وبعدين بنسال هل الاس اقل من زيرو؟ وهنا بقى لما نيجي نحسب برضه يبقى الست واحد تساوي بين واحد وفاي وهنا بي وفاي برضه وهنا ايه وفاي وهنا ايه وفاي. ده كل التعديل اللي مطلوب. تعالوا نجرب الكلام ده برضه في حاله مثلا يكون عندنا ثلاث معادلات عاوزين نحلهم. يعني ان عندنا بكام؟ بثلاثه. نعم يا باشمهندس. نعم؟ اه هنشوف. انت فاكر حكايه المقشه اللي انا اتكلمت عليها في المحاضرات اللي فاتت؟ ما هي معموله عشان كل شيء مكتوب فيها لها لازم. طب تعالى نجرب يا عم بقول تعالى هنشوف هنجرب. بقول عندنا ان بثلاثه. عندنا ان بكام؟ بثلاثه يعني انا هحل ثلاث معادلات. فلما يجي هنا يقول ريد ان هدخله ان بكام؟ بثلاثه. يبقى المخزن اللي في الذاكره هنا اللي هيسجل فيه ان حط هو فيه كام دلوقتي؟ ثلاثه. بقول له ريد ايه وفاي وفي وفاي وفي وفاي والفاي من واحد لكام؟ لثلاثه. يبقى هيعمل كام مخزن للايه؟ ثلاثه. وكام مخزن للبي؟ برضه ثلاثه. وكام مخزن للسي؟ برضه ثلاثه. كده. مستني ادخله فين؟ ادخله الاي واحد والبي واحد والسي واحد الاول وبعديهم الايه اثنين في اثنين في اثنين وبعديهم ايه ثلاثه في ثلاثه في ثلاثه. قلت هو بيقرا بترتيب كتابه الايه؟ المخارج. فالمخزن الايه؟ يقرا الاول وبعدين البي وبعدين السي. كل ده منين؟ الاي الاولانيه اللي هي من الاول. وبعدين هيقرا في اثنين في اثنين في اثنين وبعدين في ثلاثه في ثلاثه ماشي؟ بعد عدد مثلا دخلت له الايه واحد اي الارقام بقى ثلاثه
2 ناقص 1 وبعدين اللي بعدها 4 ناقص 5 3 اي حاجه 2 ناقص 7 7 خلاص هو عمل ايه دلوقتي؟ خلص الخطه دي تمام؟ لما خلص الخطه دي الايتم اتحطت معاه كام يا باشمهندس؟ ده ب3 يبقى المخزن هنا اللي هو حجمه الاي محطوط فيه كام؟ 3 الفلو ماشي كده صح ولا لا؟ عدل في الجمله دي الجمله دي كله اعمل ايه؟ قلت الاي بواحد يعمل ايه يا باشمهندس؟ يجيب المقاس يخرج المخزن ويحط فيه كام؟ واحد فاهم بيقول الاي مش عارف كان بكام؟ يبقى الاي ابتدى تاني من اول وجديد بقى بكام؟ بواحد خلاص هيبتدي هنا يخش يسأل السؤال هل الاي اكبر من الان؟ في عندنا كام؟ 3 الواحد اكبر من 3 الاجابه فوق يخش هنا عباره عن يبتدي ياخد البي بمكان يبقى واحد يعني الاي واحد يضربها في نفسها ويطرح منها 4 اي واحد ويخلي النتيجه في مين؟ في المخزن هو مخزن وحيد اعمى من كده مش كده عنده مخزن هنا في ايه؟ يحقق يخزن الحجر اللي هو الحكام حطها فيه هنا بعد ما خلص الحجر دي يعمل ايه؟ يبقى السؤال هل القيمه اللي متخزنه في الاس اقل من زيرو؟ اذا طلعت الاجابه فوق يقول لك ايه نو ريال روت يطلع لك الحجر نو ريال روت اذا طلعت الاجابه فوق يروح يعمل ايه بقى؟ ياخد الناقص ب 1 ويجمع عليها السكوير روت بتاعت الاف مكتوب على 2 اي 1 ويخلي النتيجه في مين؟ في اف 1 ويعمل نفس الكلام هنا بس بشرح مكافاه ويخلي النتيجه في مين؟ في اف 2 وبعدين يكتب كلمه 6 1 يطلع لك على الشاشه رقمين يبقى الرقم الاولاني هو الجذر الاولاني الرقم الثاني هو مين؟ الجذر الثاني بعد ما خلص الكلام ده او الكلام ده يروح يعمل ايه؟ يزود الاي بواحد فيروح المخزن اللي اسمه اي يخلي فيه كام؟ 2 اللي كان بيقول لي يخرج انا مش عارف ايه هو دلوقتي في الحاله الثانيه اهو لكن هنا ووصل للكونديشن ده بيقارن الاثنين بمين يا باشمهندس؟ بالان اللي هي 3 هل الاثنين اكبر من 3؟ الاجابه خالص يقوم داخل هنا تاني يعمل ايه؟ يحسب الاس مره ثانيه بس الاي كام بقى دلوقتي؟ 2 يعني ياخد البي 2 ياخد الكام في المخزن ده؟ ها؟ والمخزن ده والمخزن ده واشتغل عليه اول مره اشتغل على دول يحسب الاس ويخزنها في نفس المخزن القديم اسمه ايه؟ ولما بيجي يخزن بيعمل ايه؟ بيقلب القيمه اللي كانت هنا ويقلب القيمه اللي هو حسبها الثاني مره وبعدين يتشيل الاس مع الزيرو ها؟ لو الاس اقل من زيرو يقول لك برضه نور يا دوس. لو مش اقل يكتب الاس واحد والاكس اثنين بنفس الطريقه ويكتب قيامهم ويروح يعمل ايه؟ يزود الاي بواحد، الاي بقى بكام يا باشمهندس؟ بثلاثه. يرجع طبعا هنا مسح دي وكتب مكانها ثلاثه. ويروح يقارن هنا الاي بكام؟ بالان. هل الثلاثه اكبر من الثلاثه؟ لا، يبقى هيخش في البراند اسمه ايه؟ فورس اهو. ويبتدي يكرر القصه تاني بس مع مين؟ مع القيم ها؟ بعد ما خلص البرانش اهو كده حدد بكام معدل يا باشمهندس؟ 3 زود الاي بواحد بقت الاي فيها كام؟ 4 يرجع من الاول يسال هل 4 اكبر من 3؟ اه يقوم ماشي بالبرانش بتاع اه يقول له ايه؟ ارتاح بقى كده خلاص اللوجيك مفهوم فيها مشكله يبقى دلوقتي من خلال ده مثال واحد اتعلمنا كل الحاجات. اتعلمنا ازاي بدل اقول ايه بتساوي 5 وبي بتساوي 3 وبي بتساوي 4 لا اتعلمنا ايه؟ بدل ما حل محل البرنامج يشتغل على معادله واحده كل ما شغله يحل نفس المعادله لا خليته ايه؟ كل ما اقول له ايه ايه وبي وبي كل ما شغله مره يحل المعادله غير المره اللي قبلها. قلنا طبعا غير حل شويه معادلات قلت له خلاص طيب التغيير اللي عملناه ايه؟ خلينا يقرا عدد المعادلات كده وعملنا الايه؟ العداد اللي اسمه اي وحطينا الايه؟ الشرط ده طول ما الشرط
الشرط بتاعي شغال معايا طول ما هو شغال. اول ما الشرط بيتكسر بيقوم خارج ورايح ايه؟ مخلص. قلنا طيب القصه دي كانت بتشتغل بيقرا الداتا 1 باي 1. على طول يقرا الداتا ايه؟ كلها على بعض. استخدمنا القصه بتاعت الايه؟ 1 باي 1 من دي. احنا بنحكي كذا فكره مش كذا نفس الايه؟ السؤال. حد عنده اي فكره في الكلام ده؟ يا فندم قول يا ريت. ما انا بقول انا كان زمان عندي مخزن واحد اسمه ايه؟ دلوقتي بقى عندي ايه؟ مخازن بنفس الاسم اسمهم ايه؟ بس بنفرق واحد عن الثاني مين؟ بالاسم اللي قلنا عليه. الاولاني اسمه ايه؟ ما بين قوسين واحد. والثاني اسمه ايه برضه؟ ما بين قوسين اثنين. والثالث اسمه ايه؟ وما بين قوسين ثلاثه وهكذا. Yeah.
الفكره مفهومه؟ تعالوا نحاول نعمل الفلو شارت ده مع بعض. اهو الاول هنعمل ايه يا باشمهندس؟ ليد وهنا ليد ايه؟ ليد ان واقف وار واي بتساوي كام؟ واحد الى هنا ولو واحد الى هنا يبقى انا هنا عرفت عدد الطلبه السكشن وايه وقربت كمان درجات الطلبه. في واحد بيقول انا مش عارف السؤال، السؤال بيقول اعمل فلو شارت يحسب مجموع درجات طلبه في الامتحان، مجموع درجات ان طالب، مجموع درجات ان طالب في الامتحان ويحسب ايه؟ متوسط هذه الدرجات، ثم يكتب الايه؟ الناتج. نقول السؤال بالانجليزي، السؤال بالانجليزي برو برو شارت تو ريل ديبارت اوف ان ستودنت and calculate and print the sum of these marks and the average. احنا كنا بنقول اول خطوه طريقه ال والاس اي والاي من واحد لايه؟ ال. وتحت يا باشمهندس الاس دي هو ما جابش ابتديتها خالص من رقم الثالث كده ولا لا؟ فانا تحت جنب الفلوت شارت انا بقول له كده اكس اي بتساوي درجه الطالب رقم اي بالكشف. تمام؟ طب والصم اللي هنعملها دي؟ جت ابتديتها هنا؟ هو قال ده صم، فلو استخدمت فيريبل مصم ماشي مفهوم معايا، لكن ممكن انا اقول كده صم بتساوي ايه؟ مجموع درجات الطالب. طب هو عاوز يحسب المتوسط كمان. تمام؟ فهعمل المخزن اخزن فيه المتوسط ده كده؟ المخزن ده هنسميه ايه؟ نختار له اسم مناسب. عادة بنحاول نختار الاسماء المعبرة. يعني مفيش ما يمنع ابدا ان انا هستخدم ايه؟ كلمة افريج لاسم المخزن. المخزن والاسم اللي اسمه افريج هنا ده بيعبر عن ايه؟ متوسط درجات الطلبه. تمام؟ قال بقى ايه؟ طريقه ال وعدد الطلبه. بعد كده هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي الاي بواحد برضه. اي بتساوي واحد. والسؤال التقليدي هل يا ترى الاي اكبر من ال ولا لا؟ نقرر المرة الآن الفلوت شارت يا باشمهندس إيه ملوش شكل تاني. هتلاقي مثلا معظم الأسئلة اللي محطوطة في الكتاب لو معاك كتاب الشرط ده بيتحط تحت. بيتحط تحت بس الكونديشن شكله بيتغير ومكان زيادة الأي بيتغير والترو ممكن تسيب الفورت وفورت وهكذا. لكن البرنامج شغال غير كويس. نعم يا باشمهندس. لكن القلم القلم ده مش من سن وسخين ما بيبان نهار. القلم لما بيبقى قد ايه؟ لا
Mm-hmm.
المحاضره دي وطول المحاضره الجايه ده ايه؟ طرق الفكر مش هنا. لكن انا بقول اهو يعني ايه، نحاول يعني نساعد الناس على قد ما نقدر. وعشان كده بناخد محاضره اسبوعين، ما بناخدش كل محاضره اسبوع واسبوع لا. عاوزين تتكلموا؟ اتكلموا. بس انا هقوم ايه بادي في الموضوع الجديد واخلص الكورس كمان محاضرتين ثلاثه واقعد انام في بيتي. انا مش هفتح حاجه بالعكس، انا هستفيد وارجع. اذا كنتوا غاويين تتكلموا يعني. ايوه يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس. ايه؟ لبارك التصنيف؟ الكلام اللي مكتوب هنا في الجواب والاطباق ده يا باشمهندس، الحته دي منه المفروض لو كتبتها بالتفصيل كده حاجه زي كده. بس هما الناس قالوا عشان شكل البروف بارت ما يتعقدش، بيكتبها بالصيغه دي في البروف بارت. لما هنيجي نكتبها بالبرمجه هنكتب الكلام ده بقى بلغه السي بلس بلس، هتكتشف ان الكلمه دي ايه؟ زي دي بالظبط. معايا؟ هي مش عباره عن تخطيط ولا حاجه. ده هي لغه. بياخد الاي واحد ويقرا الاي واحد، بعدين الاي اثنين ويقرا اثنين، ويقف امتى؟ لما الاي يزود امتى؟ كل مرة عمال يزود الاي واحد، وبعد ما يقرا الاي يعمل الشيك، يقول ان ولا لا؟ مفهوم؟ نعم مفهوم. نعم؟ وبعدين اكس اي والاي من واحد الى ان. ايه المشكله؟ مش هيبقى يعني كده عرفت ايه المطلوب؟ الحمد لله. ناخد مساله يعني اربع سجن. احنا هنا كنا بنجمع ايه يا باشمهندسين؟ شويه سجن يعني صم صم لعيبه كانت كده صم بتساوي اكس واحد زائد اكس 2 زائد اكس 3 وهكذا لغايه اكس من مكان ال. صح؟ لا المرات اللي عاوزين نجمعه حاجه بالمنظر ده. طب بتساوي الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث.
ان انيشال فاليو قيمه الابتدائيه من الاول اعمل الفند ايه؟ احط لها قيمه ابتدائيه. بكام القيمه الابتدائيه؟ بتختلف من طالب لطالب ومن مساله لمساله. واحد اختار قيمه ابتدائيه سهلت عليه المساله. واحد اختار قيمه ابتدائيه كركع المساله دي كركعه على دماغه وهكذا. بنبتدي نتعلم الحاجات دي بالايه؟ بالتكرار والخبره والحاجات دي كتير. اقول لا المساله دي هكذا وهكذا. عارفين ان دي مساله هي جنب اللي انا بقوله. بس انا هنا عاوز ايه؟ اوصل مفهوم معين ليه من خلال المحاضره الجايه هناخد مساله على نفس الكلام بس حاجه عظيمه كده. الحاجات دي من الحاجات دي. ماشي؟ نرجع تاني للكلام اللي انا بقول انا عندي هنا مشكلتين. ها؟ مشكلتين عندنا. هنا كان نفس الفيلم. هنا لا استلمات ده كان اسمه واحد قيمته واحد ده قيمته اتنين ده التربيع على مضروب اتنين كل ترم قيمته مختلفه عن الاخر. لكن هناك كانت كل الترمات هي هي ايه؟ بتلاقي قيمته واحد اتنين ثلاثه واحد او اتنين. الاختلاف الثاني اللي عجبتنا بقى ان لغه كتير لغه اللي هنستخدمها في البرمجه ما تعرفش تكتب المضروب. ما تعرفش تكتب فاكتوريال ان وكل الترمات فيها ايه؟ المضروب. صح؟ بنقرا من القصه دي ازاي؟ اني بحاول اجيب عراق تربط كل ترم باللي قبله او باللي بعده في يعني اروح ترم معين واربطه بايه؟ بترم تاني. تمام؟ بحيث ان انا لما ابقى عارف قيمه واحد فيهم من العلاقه دي اقدر احسب مين؟ والعلاقه دي ما يبقاش فيها المضروب، تبقى علاقه ضرب، قطع، اسمها جمع، ما فيهاش مفهوم؟ وهبتدي ايه بترم منه؟ اقول مثلا في رقم واحد قيمته كام عندنا؟ واحد. تمام؟ يبقى انا عارف قيمه ايه؟ الدي رقم واحد. او الكمبيوتر عدته قيمه الترم الاولاني ماشي؟ من العلاقه دي ما دام علاقه جمع وفتح وضرب يقدر يكتب هو مين؟ الترم الثاني. وبعد ما جاب الثاني يقدر يكتب الثاني. وبعد ما جاب الثالث وهكذا. الفكره اتفهمت ولا مش قوي؟ مش قوي. تعالوا نحللها مع بعض واحده واحده عشان تفهم. حكايه ان الترمات قيمها تتغير من واحد لواحد مش مهمتين. انا هحاول اكتب الشكل العام للحد رقم ق الترم اللي رقم ق هتكتشف ان الحد مثلا الثالث الاكس هنا كانت ملغى مربعه والمضروب اللي تحت كان مضروب اثنين. صح؟ التربيع علاقته ايه بالثلاثة؟ هي ثلاثة واحد واحد. شبه بقى الاثنين هي ثلاثة واحد واحد. طب هل هي كده صح ولا لا؟ شوف اللي بعد. ده رقم أربعة. القدس هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. يبقى برضه أربعة واحد واحد. طب هنا. دي يعني مختلفة شوية. نعم. وأول شيء ولو مش متحققه بجميع الكلمات الكلمات اللي مش متعادله بتتعمل نعمل معاك الحركه دي اديك كلمتين ثلاثه شكلهم مختلف بس الباقيين كلهم ايه؟ في علاقه متحققه بيهم. ها؟ ونشوف انت هتعرف تتصرف ولا لا؟ هنشوف المحاضرات اللي جايه ازاي نعرف نتصرف. تمام؟ هي هنا المفروض ما اقولكش شويه كده اقول لك اقصو ان تاب يعني هنجمع لغايه كام حد؟ كلمة حد لأن الحد الأخير المفروض يكون إيه؟ كلمة ناقص واحد على ضرب كلمة ناقص واحد. ها؟ مش إيه؟ على إيه؟ كده خلاص الحد الأخير لو كان لو كتبت كمان في الكتابة قبل كده مثلا كام حد؟ إيه اللي ده الواحد المهم هنقول إن الدي رقم أي عبارة عن إيه؟ أخت جامد يا باشمهندسين اي ناقص واحد على مضروب اي ناقص واحد ده شكل الحد العام
في المتكفلة اللي هو في ودي أهم خطوة وأخر خطوة إنك تقدر في إيه؟ تكتب شكل الحد العام. إيه الباقي شوية فيها إيه؟ أنا بقول هحاول أربط إيه حد باللي قبله أو اللي بعده. طب ما تيجي نجيب الحد اللي بعده اللي هو سي أي زائد واحد. يبقى إيه اكتب كام؟ أه على مضروب كام؟ عشان نجيب علاقة بينهم الاثنين هنقسمهم الاثنين على بعض نجيب نسبة بينهم هنقول ان سي اي بيساوي على سي اي بيساوي اف اي على مضروب اي في مضروب اي بيساوي على اف اي نعم 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 مدينة الصف نعم مين مشكلة؟ نعم ايه؟ ما انا بقول اهو يا عم بقول كتاب رقم اي ده الشكل بتاعه ايه اعتبارك على المعادلة دي؟ ايه اعتبارك على دي؟ يعني دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح طب يبقى اللي بعده تم رقم اي واحد بقى في اف اس اي ودي مظبوط اهو قسمتهم الاثنين على بعض كده طبعا طبعا اف اس اي يعني اف اس اي مقاس واحد تبقى اف ومضروب اي عباره عن اي ومضروب اي مقاس واحد كده مضروب اي مقاس واحد ده يروح معناه يبقى النسبة ما بين الحدين طلعت 9 مرات. خلاص يبقى الحد ده المرة اللي ضربته مرتين يطلع فيه اي زائد واحد تساوي اكس على اي مين؟ في دي اس. نعم. اكس نعم. لا ما بقولكش ده مش سؤال ده اختراع انا قلت السؤال تحقيق المعلومه اللي قلتها مش مفهوم ده تحقيق السؤال عندي جوه المحاضره بقول تحقيق السؤال جوه المحاضره هو كده انا قلت معلومه مش مفهومه ليه ما لقيتش بيها لكن بلاش نقعد نفرح في بعض ونضيع وقت المحاضره كاتبها في القضيه حد مش فاهم حاجه اللي انا قلته؟ نعم الاولانيه انا عملت اول واحد عملته عملت عشان اعرف الحد العام بقول حاول تدير علاقه تربط الحدود ببعضها كل حد اللي بعده او اللي قبله فكتبت الحد رقم اي وكتبت الحد اللي بعده اللي هو رقم اي زائد واحد وبحاول اجيب علاقه بينهم طلعت في المنطقه ده الكلام ده كله 10 مرات في الارض اللي بحاول اربط الاثنين ببعض ليه؟ لان مع لغه السي بلس بلس عندها مشكله انها ما بتعرفش تحسب الفاكتوريال، تعرف تحسب الايه؟ المضروب. عشان اخليها تحسب المضروب قدام حد من الاثنين. ياخد حاجات ببعضها زي كده العلاقه دي ما فيهاش مضروب ولا حاجه. لو عرفت اي حد دي اللي بعده منه على طول. مفهوم؟ او يا جماعه البرنامج المفروض يحسب المضروب. وكل مره وراحت مضروب اثنين اخش على البرنامج اللي خليت فيه مضروب اثنين تحت مضروب واحد دي عمليه ممله وخاطئه فدي طبعا بتبقى افضل ولا مفهوم؟ خلاص ده هو ايه؟ الحد القديم وده الحد الجديد ده اللي هو طول تيم وده نيو تيم ده ايه؟ الاولد فاليو والنيو فاليو No.
تمام؟ وبعدين نبتدي نحط الانيشال فاليو. هنقول والله انا هخلي الطلب بدقيقة وخلي الاي بواحد وخلي التاب بواحد. حطيت قيمة ابتدائية للتاب بواحد وقيمة ابتدائية للطلب بدقيقة والاي اللي هو العداد اللي هيشتغل معايا على عدد الكلمات ابتديته بايه؟ بواحد. اللي كان رافع ايده عاوز ايه؟ نعم؟ والله اديها انت فيه وانا ابتديتها بواحد. انا قلت وبقول وبكرر مفيش شكل ثابت للفلو شارت. ممكن نفس المسألة اللي عملناها 5700 فلو شارت وكلهم صح. العبرة ايه يا باشمهندس؟ ان اللوجيك اللي انت حطيته متعددة جدا لحلنا
ان كلهم بيحققوا نفس الريكويرمنت اللي انا عاوزها، نفس المتطلبات، كلهم بيتجمعوا في السي. عاوزين نتشيك، نعمل تشيك، هل دي شغاله صح ولا لا؟ فجربها مش ب 10 كلمات ولا 50 كلمه، لا ب 10 كلمات وليكن 3 كلمات. المفروض دي لو شغاله صح ب 3 كلمات يعني اديني الصرف كده. اطلع بواحد زي اكس، زي اكس تربيع على كام؟ عرفوك اتنين. خلاص؟ نشوف. يبقى هنا لما نقول ريد اكس وال، ال هنقولها له كام؟ بثلاثة. خلاص؟ هنا ابتدى الصم دي والاي واحد والسي واحد. وهنا مثلا هل اي اكبر من كام؟ من ثلاثة. اهو تعالى كده بايه؟ ده ونعمل ايه؟ الشكل بتاع الجنب بتعمله كل مرة. بعد كده مش هنعمل الشكل ده تاني ابدا. نعمله بشكل جنب كده هنتعلمه بعدين. ادي الجرام هنا وهعمل المخازن اللي احنا عاوزينها دلوقتي. هنا عندنا مخزن اسمه ايه؟ ومخزن اسمه ايه؟ حطينا جواه كام؟ ثلاثة. وطبعا افتح الرقم كده ثلاثة وأربعة واثنين أي أي حاجة بقى عليه عاوزينها دي. وبعدين مخزن الصم نعمله فيه شوية كده صم وحطيته بكام؟ زيرو. ومخزن اسمه أي ابتديته بواحد. ومخزن اسمه تي ابتديته بكام؟ بواحد. صح كده احنا وصلنا لغاية هنا في الجروب ده. الكونديشن ده بيقول ايه؟ هل الاي اكبر من ال؟ اروح اشوف الاي كام؟ واحد. والان كام؟ ثلاثه. الواحد اكبر من ثلاثه فوق. فوق يعني هيمشي كده مش هيمشي كده. دي كله من ايه؟ خد الصم القديمه، كام الصم القديمه دلوقتي؟ بزيرو كده. اجمع عليها تي. التي بكام؟ واحد. وحط القيمه في مين؟ في الصم. يبقى الصم جوه كام؟ 25 واحد. رمات تي وكان مكانها هنا واحد. صح؟ هنخلص دي. قلت له اعمل ايه بقى؟ خد الدي القديم اضربها في اكس واقسمها على الاي وخزنها فين؟ في دي. الدي القديمه بكام؟ بواحد. واحد في اكس في اكس مقسومه على واحد تبقى اكس رقم. اتحط جوه الدي كام؟ اكس. يبقى الدي ده اتحط جواها ايه؟ اكس. ماشي؟ خلاص. زود الاي بواحد اللي كان عاوز يعملها بعد ما زودت الاي. ها؟ انت عاوز تقلل في دي يطلع اكس ولا حاجه كده؟ اللي كان بيتكلم تقلل في دي اهو. عاوز يبقى كام؟ اكس. ده طلعتها اكس. لو كنت نقلت دي من هنا جبتها هنا. يعني حطيت دي الاول بعد كان في الدنيا اتلخبطت. شوف لكن خلينا نكمل ما نفرحش. شوف هتمشي صح ولا لا. طب اقول الاي وفي الاي زي واحد. دي كانت في واحد بنجيب عليها واحد في اثنين بنخزنها في مين؟ في بعد ما عمل دي رجع فين؟ عند النقطه دي. يرجع يفتح الاي اكبر من ال الاي اثنين والان كام؟ يبقى الاجابه ايه؟ فوق. شنو؟ يقوم نازل هنا مع الفوق. هنا بتقول له اعمل ايه بقى؟ خد الصم اللي هي فيها واحد زائد السي اللي هي فيها اكس اجمعهم على بعض المجموع يطلع واحد زائد اكس وحطهم فين؟ في الصم. يبقى يمسح القيمه دي كده ويكتب مكانها واحد زائد اكس. صح؟ خلاص عمل العمليه دي. دي بتقول له اعمل ايه بقى؟ خد السي القديم اللي هي جواها هنا دلوقتي يا باشمهندس اكس اضربها في اكس يبقى كام؟ واقسمها على مين؟ على الاي كام؟ باثنين، اكس تربيع على اثنين. وخزنها فين؟ في السي تاني. صح؟ يبقى هنا بقت ايه؟ اكس تربيع على اثنين. صح يا مستر؟ نعم. اكس تربيع على اثنين زائد على اثنين. ايه؟ زائد اكس على اثنين. ايه زائد اكس على اثنين؟ زائد واحد. يمين اللي واحد صح ولا مالي ولا الصوم يا عم
انا المستطيل ده هو كل جوايا عمل حاجه. المستطيل ده بيقول له احسب مين، خد التي اضربها في اكس واكتبها على الاي وخد النتيجه تاني تي. التي كان فيها اكس ضربت في اكس بقت اكس تربيع، اقسمها على الاي والاي ب 2 بقت اكس تربيع على 2 حطها في الاكس يفتح الاكس حطها في التي ان يفتح التي وتحط مكانها دي تربيع على 2. مفهوم؟ نعم نعم. صباح الفل. هنا بقول رقم ايه عشان كده؟ زود الاي في واحد. يروح للاي كان فيها اثنين. زودها واحد بقى كام؟ ثلاثة. وخد النتيجة كانت نقطة. خلص دي لف رجع هنا. بيسأل نفس السؤال. الثلاثة اللي هي الاي أكبر من الثلاثة اللي هي الام. ايه؟ فوق. البرنامج هنا بيقول له اعمل ايه بقى؟ خد الصم اجمعها على التي وخد النتيجه في مين؟ في طرف. الصم فيها كام؟ واحد زائد اكس والتي فيها كام؟ اكس تربيع على 2 اجمعهم على بعض بقت واحد زائد اكس زائد اكس تربيع على 2 حطهم تاني في ايه؟ الصم. تقوم ماسك دي كانت واحد زائد اكس زائد اكس تربيع على كام؟ على 2 تمام؟ بعد ما نفذ دي تقول له اعمل ايه؟ خد اكس اضربها في التي واقسم على ار. التي فيها كام؟ اكس تربيع على 2. لما يضرب